حبايب القلب، مساكم الله بالخير. صلوا وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أتكلم عن الكريسماس. كون اليوم 25 ويوم الكريسماس في أوكرانيا في العالم كله، فخلونا اليوم نتكلم عن الكريسماس. شو الكريسماس؟ وش سالفة؟ طبعا الكريسماس هو يوافق 25 ديسمبر، يحتفل فيه المسيحيين. ما معنى ولا وش مناسبته؟ مناسبته عيد ميلاد ابن الرب، عيد ميلاد ابن الرب وتعالى الخالق المتعالي أن يكون له ابن. قال الله تعالى سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. هذه السورة الصغيرة تنسف المذهب كامل، تنسفه نسف. كيف بي وبأخواني المسلمين اللي يجون يقول لك ايش هابي كريسمس ولا ميري كريسمس؟ تدري ايش يعني هابي كريسمس؟ يعني انك تؤمن ان لله ولد وان عيسى ابن مريم ابن الله وان هذا عيد يوم ميلاده. ايعقل هذا يا اخواني؟ ما بتكلم باللغة العربية الفصحى ولا بكثر السواليف، لكن من الاخر الزبدة ما هو احتفالنا ولا هو عيدنا عشان احد يحتفل. وانا متأكد ومؤمن انه فيه ان نسبة لا تعد ولا تحصى تحتفل في هذا اليوم، لكن حبيت انوه لهذه النسبة اللي لا تذكر، حبيت انوه لها وانوه لاخواني المسلمين واخواني وعيال عمي اللي ما يدرون وش هو الكريسماس وعايشين. في بعض الناس مدربي مع الناس، شايف الناس محتفل لا احتفل معه، ما يجوز يا اخوان. معناته انك تعترف ان في لله ابن. تعالى سبحان الله اني ما اعرف اقولها ابن. وكذلك انه هذا يوم ميلاده وهذا شيء اخر، فالله يجزانا واياكم خير. بعد بزيدكم شغله، تدرون عشان اقول لكم انهم رايحين في رجله. تدرون ان الاوكران الكريسماس عندهم مو اليوم، مو يوم 25، عشان الناس لا تعتقد ان الناس جالسة ان الاوكران محتفلين بالكريسماس. هذا مش الكريسماس عند الاوكران. الكريسماس عند الاوكران يوم 7 يناير، يعني يوم ميلاد المسيح عندهم يوافق 7 يناير. هذا يدل على ان الدنيا ملخبطة عندهم، لا عارفين دي عيد ميلاده ولا هم يدرون وين الدنيا ملقية. طبعا الاوكران اليوم مو محتفلين في راس عيد الكريسماس، اليوم ويك اند، مستانسين في الويكند واجواء الشتاء وفالينا. يوم الكريسماس عندهم يوم 7 يناير.